ما في نقاش، ما في نقاش، هذا حكم أخوي، هذا حكم وأنت تعلم، هذا حكم محكمة دستورية له حجية مطلقة صادر باسم صاحب السمو الأغلبية المجلس، هذا قرار أغلبية المجلس، عليكم احترام قرار الأغلبية. حمود الخضير وينه؟ حمود احترم رأي غالبية المجلس، تم التصويت، الآراء بمفتاحها. أخ ثامر يوافق المجلس على دخول الفريق المساند؟ تفضل خليه يدخل الفريق المساند. قرار أغلبية المجلس، قرار أغلبية المجلس، بتحولون الجلسة إلى أمر آخر، لن أسمح بذلك. أنا مسؤول أمام الله وأمام قسمي وأمام الدستور وأتحمل مسؤولياتي، وهذا قرار المجلس يوافق على الإجراءات اللي اتخذت. ما يجوز. هذا مو موضوع يدرج، مو موضوع يدرج، هذا حكم محكمة ينفذ، هذا حكم محكمة. بعدين أنتوا أقلية يا أخي، في قرار أغلبية يجب أن يحترم. مو بند يا أبو مصعب، إعلان، هذا إعلان يا جماعة، كلكم تدرون الصج وعارفين الصج. بس رأي المجلس واضح وصوت بصحة الإجراءات، شكرا لكم، شكرا لأغلبية المجلس على دعم الله. هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟ موافقة؟ ما راح ارفع الجلسة، ما راح ارفعها. لا بكمل، عفو عليكم، عفو عليكم، بكمل وبخلص كل المواد. ما تفرض رأيك على غالبية؟ نعم، لا تقبل، كيفك؟ لا تقبل، ماشي ماشي، خل الحوار محترم، رجال خل الحوار محترم. رأيك أعطيتك فرصة لبيان رأيك ورفعت يدك، خلاص. شو ما أخذ رأيك؟ ما اعترضت أنت؟ خلص. عطل مقرر اللجنة الميكروفون عبر التقرير، عطل التقرير، وين التعديلات؟ ما التعديلات؟ في عندكم تعديلات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاخر على المداولة الاولى، بالنسبة لمشروع قانون الصحة النفسية اللي أغر غرف في المداولة الأولى